منحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مدة سماح لوكالة الفضاء المصرية قدرها 7 سنوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزينة الدولة مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة وبقرار من رئيس الوزراء. وقد حسمت اللجنة خلال اجتماعية برئاسة النائب جمال شيحة وبحضور وزير التعليم العالي الفقرة محل الجدل بالمادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنة. كذلك شهدت اللجنة جدلا حول اعتبار وكالة الفضاء هيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، لا سيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها ذات طبيعة خاصة لما قد تثيره من تساؤلات. وخلال اجتماع اللجنة قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار انه تم التعاقد مع المانيا تحديدا وكالة فضاء DLR للتعاون مع مصر في مجال الفضاء وعلومه الاخرى كالطيران والسلامة الغذائية والمرور. اول امبارح جالي تليفون من السيد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين يهنينا ان DLR تمت موافقتها على التعاون مع مصر في هذا المجال، وبعت لي المذكرة اللي مش بس في علوم الفضاء ولكن بتسخير كل إمكانيات DLR في الأربع الحاجات الكبيرة اللي نتعامل معانا، وعلى استعداد استضافتنا ان احنا نروح نمضي هذا البروتوكول او ان الراجل نفسه CEO يجي يمضي معانا هذا البروتوكول. ده بيعمل ايه برضو؟ ده يأهل كوادر في ألمانيا، وانتفقت معهم في هذا الاتفاق ان يكون هناك منح مجانية من DLR لعلماء مصريين وشباب مصريين يروحوا يقعدوا هناك يتعلموا في اللي انا بقوله ده في الاربع حاجات دول، ليس في الفضاء فقط. هذا وقد اضاف عبد الغفار ان مصر تسعى لاحداث نقله في البحث العلمي من خلال امتلاكها للمقر الاساسي لوكاله الفضاء الافريقيه. احنا بنتكلم على نقله في البحث العلمي ونقله في الامن القومي ونقله كبيره جدا ان مصر تكون فيها المجال الاساسي والمقر الاساسي لوكاله الفضاء الافريقيه. اقدر ابقى اشوف في كل الدول اللي حواليا، ابقى انا قاعد هنا اقدر اشوف بالقمر بتاعي التحركات ماشيه ازاي في كل، برضه دون ادخل في التفاصيل ان في تفاصيل لا يجوز انها تقال في اجتماع عام. ده بالاضافه الى ابحاث علميه، اكتشاف ثروات، اكتشاف بترول، اكتشاف غاز، اكتشاف معادن، تعديات، اختراقات حدود، يعني بوردر سيكيورتي، كتير جدا ان يكون عندنا وكالة مصرية بكل ما تحمله المعنى من هيكلة ومن يعني دراسات تخدمها، وفي المقابل وكالة افريقية يكون مقرها هنا هو تعمل جنب الى جنب مع الوكالة.